التواصل مستمر والانطلاق يستمر. شوط يبدأ من جديد خاصا بالابكار الصعوب. تهانينا للجميع. التذكير مشاهدينا الاعزاء بالكل ان ايضا صاحبة الشوط الثالث او المركز الثالث في الشوط الثالث جلمودة لبن دقران علي بن راشد بن دقران المري. انطلق شوط جديد خاص بالابكار الصعوب. مقدمة الشوط والمركز الأول هملولة سهيل بن علي اليبهوني، المركز الثاني فتتواجد كذلك أيضا لمحمد بسيب بن فاضل المزروع الشاهينية، بينما المركز الثالث ما شاء الله شوف التقدم أيضا من شعار حمدان بن محمد بن سويلم العامري بوجود الغزيل في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق والإبداع القوي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة للأسماء الأولى التي تنطلق أمام حضراتكم بأرضية هذا الميدان. اليبهوني مسيطر على الصدارة، منطلق أيضا بالمركز الأول خلال هذا الانطلاق والإبداع القوي في انطلاقة هذا الشوط في تحدي هذه الأسماء التي تظهر أمام حضراتكم خلال هذا الانطلاق. بندري يصل، بندري يتقدم من خلال هذا الانطلاق أيضا حمد بسار بندري الفلاحي بوجود الشاهينية بعد تقديمه أيضا للشاهينية في الشوط الرئيسي للصعوب، يأتي أيضا بثاني أشواط الأبكار الصعوب ليقدم الشاهينية بمنافسة مع اليبهوني. انطلاق قوي في اللحظات الأخيرة، معركة ثنائية قوية لانتزاع الناموس والاستكشاف النوعية النادرة. هذه مع بندري، هذه مع بندري، هذه مع أيضا أبو سالم حمد بن سالم بندري الفلاحي يتقدم بوجود هذا الاسم لتبدع بالانطلاق في الأمتار الأخيرة ولحظة الفوز والناموس خلال هذا الإبداع القوي. المركز الثاني لعلي بن سهيل اليبهوني، ثالثا لمحمد بن سعيد بن بيلون الكتبي وهي الفهدة دقيقتين و22 ثانية.